أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت من اليمن. تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ بأنها فتاة وتحمد الله بأنها تصلي وتواظب على الصلوات في أوقاتها، ولكنها تعاني كثيرا من عدم الخشوع في الصلاة، فبماذا توجهونها؟ وهل تصح الصلاة بدون خشوع؟ الصلاة تصح إذا أدت أركانها وواجباتها، وكذلك شروط الصلاة إذا تكاملت الشروط والأركان والواجبات صحت الصلاة ظاهرا. وأما الخشوع فإنه ليس من الأركان ولا من الواجبات ولا من الشروط. الخشوع إنما هو شيء يجعله الله في القلب، وله أسباب، منها استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى حينما يقف بين يديه في الصلاة. إذا استحضر عظمة الله فإنه يخشع. كذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في أول الصلاة بعد ما يأتي بالاستفتاح والبسملة، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأجل أن يطرد عنه الشيطان فلا يوسوس له ويشوش عليه. كذلك من أسباب الخشوع الصلاة تدبر القرآن حينما يقرأه أو يستمع إليه من الإمام في الصلاة، تدبر كلام الله عز وجل ويقبل عليه. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا من أسباب الخشوع. وكذلك من أسباب الخشوع أن لا يصلي في حالة مشوشة للفكر، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في حضرة الطعام حتى يأخذ منه حاجته لأجل أن يرتاح فكره، ونهى عن الصلاة وهو يدافعه أحد أو وهو يدافع أحد الأخبثين البول أو الغائط من أجل أن يطمئن لصلاته. وأمر بالسكينة عند الإتيان للصلاة الدخول المسجد، فيأتي بسكينة ولا يستعجل لأن هذا يشوش عليه. فعليه أنه يعمل الأسباب التي ذكرناها للخشوع، وإذا حرص وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم.